اول شيء نرحب بكم، نرحب بقناتكم الحلوه. الاجواء صراحه بكردستان العراق خرافيه كلش، خاصه المصايف الحلوه الموجوده، والناس تعرفون بفصل الصيف والاجواء حاره محتاجه تطلع من ازدحامات المشاغل الموجودة اليومية. الإنسان يوميا من يتعب بالشغل أو بالحياة اليومية يحتاج يرفه عن نفسه، يحتاج فترة معينة الجمعة أو الخميس يطلع له، وأنا أشجع على هذا الشيء، يهيئ نفسيته مرة ثانية أنه يرجع للشغل أو يطلع عائلته ويشوفون أجواء حلوة ويقضون أوقات حلوة بهيش مناطق. صراحة أكو أكثر من مناطق أكثر من هاي حلوة وأحلى من هاي همة. والله إحنا من البارحة جايين، اليوم العصر، اليوم ساعة لخ ساعتين لخ إن شاء الله راح نرجع على حسب الوقت، بس لو بيدنا نبقى يومين وثلاثة لأنه المناطق كلش حلوة. منطقة زرارتي راهاتنا. أتينا من منطقة زرارتي من أربيل إلى هنا ليلة الماضية. إنه مكان سياحي وجميل، درجات الحرارة في أربيل عالية جدا، ولكن هنا الطقس معتدل ودرجات الحرارة منخفضة. في كل أيام الخميس والجمعة نأتي إلى هنا لأنه يتميز بأجواء جميلة وهواء عليل ونظيف وطقس معتدل. إنه مكان سياحي يقصده السواح من جميع الأماكن، والسياح الذين يزورون هذا المكان يعجبهم جدا، ولكن أطلب من السياح الذين يقصدون المصايف السياحية أن يحافظوا على نظافتها. أتينا من رانيا إلى غالي سكران، إنه مكان سياحي جميل. وصلنا إلى هنا يوم أمس ومكثنا هنا في الليل، درجات الحرارة كانت في حدود 20 درجة مئوية. هذه المرة الأولى التي أزور فيها سكران، لا أستطيع وصف جمال المكان بكلمة أو كلمتين أو ثلاثة، حقا إنه مكان رائع. أطلب من المواطنين أن يحافظوا على بيئة هذا المكان الجميل ولا يتركوا المخلفات وراءهم.
كوشي وشرقة ودومينا ودعمة وعشتانا من مرة. أتيت برفقة عائلتي وأقاربي من أربيل إلى هنا، وقضينا أوقاتنا في هذا المكان الجميل عبر اللعب بالماء والسباحة وممارسة الألعاب الفولكلورية الكردية. المكان جميل جدا والطقس معتدل، خصوصا في الليل تشعر بالبرد، ومياه النهر عذبة وباردة، والمناظر رائعة لأن الأشجار غطت المكان والجبال أحاطت به من كل الجوانب. المكان نظيف جدا، وأطلب من السياح أن يحافظوا على نظافة هذا المكان. أنا قادم من قضاء خبات إلى سكران، إنه مكان رائع. بسبب درجات الحرارة المرتفعة عدد كبير من سكان خبات وكلك يقصدون هذا المكان لأن الطقس معتدل هنا والمياه باردة وعذبة، والمكان مناسب للجميع. نأتي إلى هنا في معظم أوقات الصيف ونقضي فيه يوم أو أكثر من يوم.